مرحبا، اليوم بدي اعمل انا وياكم حلو كتير سهل وبسيطة وعن جد كتير طيبة بثلاث مكونات فقط، وبتعجب الكبار والصغار والضيوف كمان. كتير سهلة وبسيطة وروعة. شايفين عجينة مقرمشة؟ سامعين؟ وكتير رائعة بعجينة الكرواسون. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. أول شيء عنا عجينة الباف بيستري. هذه العجينة بنشتريها من السوبر ماركت جاهزة. نشتري العجينة جاهزة أحلى لأنها منعملها بالبيت، عشان شغلها بالبيت كتير بعذب. كمان عنا مربى الفريز. شو بعمل؟ بدهنا. إذا بدكن بتحطوا مربى المشمش، أي مربى متوفر عنكم بتقدروا تعملوه. حلو هيدي الحلو، كتير سهلة وبسيطة، ما بتاخد أبدا معنا وقت بالتحضير. بنمد الفريز بهيدا الشكل المربى. عم حاول قد ما فيني أعملكن حلويات كتير سهلة عشان تنال إعجابكن. حطيت حوالي ملعتين طعام مربى الفريز، الفريز الفراولة. هلأ شو بعمل؟ بطويها النص، بهيدا الشكل. وبقطعها هلا بحطهم على ورق الزبدة. عم حمل الفرن على درجة حرارة 220 من الأعلى والأسفل. بس حطيناهم على ورقة الزبدة، عنا هون زبدة دايبة. بدهن بهيدا الشكل. بحاول قد ما فيني اختصركن من الفيديوهات عشان ما تملوا من الوقت الطويل. بعملكن الفيديوهات كتير كتير تكون بسيطة. هول الحلو اخدوا بالفرن 15 دقيقة. هلأ بتركن على المجلى ليبردوا بحرارة الغرفة، وبرجع بحطن بوعاء. هيدا الحلو اللي عملته انا وياكن بوقت كتير صغير وبثلاث مكونات. بتمنى تجربوا الطريقة وتعجبكن، وتعملوا لايك وشير للفيديو. المشاهدين الجدد يشتركوا بصفحتي، وان شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي حبايبي.